أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على مربي الماشية والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، مشيرا إلى أن إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإنشاء مصانع الأعلاف ومزارع الدواجن وتربية الماشية بلغت 4932 ترخيصا، وذلك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016. وكشفت وزارة الزراعة أنه تم تصدير أكثر من 452 ألف طن من البطاطس للخارج، وأشارت إلى أن إجمالي مساحة المناطق الخالية من العفن البني خلال الموسم الحالي بلغ 531 ألف فدان. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا.